فاش كتقول لك امك غادي نهز لابتي ما تعرفوني فين مشيت؟ مزبطي ليا لامكم فحالكم فحال عمامكم الله يعطيكم على الادب. عبلاتي شي نهار غادي نهز لابتي وما تعرفوني فين مشيت. وفين جهدك كاع تمشي للوالده؟ راه عقنا بك راك تمشي عند خالتي. شنو واي هالوالده راه عقنا بك؟ عقلتي فاش قلتي لنا انا هزت لابتي وغادي نخرج ما تعرفوني فين مشيت؟ خليتك اخر شيء وانا نتبعك، قلت خاصني نعرف هذا المكان السري اللي كيمشيو له كاع الامهات ديال المغرب. صافي ملي تبعتك لقيتك مشيتي عند خالتي السعديه. صافي وانا نجي. لا ما يمكنش ما يمكنش مستحيل. لا صافي نبدا. بديتي كتب عاجل لتحت. صافي يا سيداتي وسادتي، اليوم معكم النشرة الأخبارية لهذا المساء. ما درتوش هذيك الموسيقى ديال تان تان؟ ما كاين عاد دخلها في مونتاج. صافي ماشي مشكل. اليوم سيداتي وقع واحد الحاجة اللي عجيبة بزاف، هو أنه تم اكتشاف السر وراء المقولة الشهيرة ديال هانا هز جلابتي وما تعرفوني فين مشيت. اليوم غادي نعرفوا شكون اللي اكتشفها. صافي نكمل. دابا هذاك الاول عتلصقوا مع الثاني ياك؟ صافي لحقاش فهمتك تبقى تزلق ليا الهضره. المهم حاول انت تقاد داكشي في المونتاج، هادشي ما يبانش ياك؟ ما يبانش. صافي من كدا راك عارف انت تما. المهم حنا اليوم غادي نمشيو نشوفوا الام اللي طاحت في الفخ والولد اللي قدر انه يكتشف هاد السر، يعني هو اول مغربي اكتشف هاد الشيء. تجيو معنا وغادي نشوفوا داك الشيء. يلا هز الكاميرا وتبعني نمشيو نديرو استجواب مع الام. يلا. السلام عليكم، تقدري تقولي لنا لالا كيفاش الابن ديالك عرف المكان السري ديال المقوله الشهيره ديال الامهات المغربيات ديال انا هز جلابتي وما تعرفوني فين مشيت؟ اولا بغيت نطلب السماحه من الامهات لانه خويت بهم وصافي عاقوا بينا فين كنمشي ولادنا. وثانيا بغيت نقول لكم بلي انا ما عرفت انا كيفاش تعاق بيا. لحقاش انا فاش خرجت من الدار بقيت غادا وكنشوف مورايا وتابعني شي واحد وما عرفتش كيفاش دار حتى تبعني. انا ما انتبهتش ليه. مهم ما قدرتش نكمل. صافي قطع. كيف ما كتشوفوا سيداتي الوضع مأزم والام مدمره بزاف، ما قدرتش تكمل معنا الاستجواب. المهم حنا غادي نشوفوا الابن ديالها، نشوفوا شنو غادي يضيف لنا في هذا الشيء. وصافي صافي اسيو شنو غدا نرجعوا نتصور معاكم عاوتاني. يلا بسلامه. سلام خويا، درنا استجواب مع الام ديالك ودابا بغينا نديرو استجواب معاك انت. تقدر تقول لنا كيفاش حتى اكتشفتي هذا المكان السري ديال الامهات فين كيمشيو؟ حيت انت اول مغربي كيهرس هذه المقوله الشهيره ديال غادا نهز لابتي وما تعرفوني فين مشيت. اولا اخويا انا بغيت نشكر سيمو البهج اللي خلانا ندوزو هذا الفيديو في القناه عنده. وثانيا بغيت نقول لكم بارطاجيو لاننا قدرنا نكشفوا الحقيقه وهذاك السر الكبير ديال غادي نهز جلابتي وما تعرفوني فين مشيت. راه ما عندهم فين كيمشيو، والله الا كيمشيو عند اختهم. ها السعديه فاتحه، لوحوا هذاك خونا من السطح. انا غادي ناخذ هذا الكاميرا. طلقت الكاميرا. ولا لا اختي الله يهديك. صافي 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 هاك هاك هاك. هاد الفيديو ما خصوش يدوز.